هل يجوز الطعن في العلماء إذا أخطأوا في أمر ما؟ لا يجوز، إنما يبين وجه الحق ووجه الصواب، فلا تكن ظالما مبيرا كهؤلاء الشباب الأحداث الذين نبتوا نابتة سوء وهمهم الطعن في أهل العلم وانتقاص أهل العلم، فتركوا أهل الأوثان وطعنوا في أهل الإسلام. فترى أحدهم يترك الدعوة إلى الله ويترك النهي عن الشركيات والبدع ويترك الديمقراطيين والعلمانيين ويتجه بالطعن على إخوانه أهل الفضل الذين يدعون إلى الله. فهذا فصيل من الخوارج الجدد وأهل التبديع الجدد الذين يطعنون في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فكن على حذر من هذا الصنف عياذا بالله منهم ومن شرورهم.